القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. كدت صحيفة تصن البريطانية أن مانشستر يونايتد ما يزال يتمسك بديفيد خيا على الرغم من غيابه عن حراسة مرمى الفريق في آخر ما تبقى من منافسات الموسم المنصرم. وأشارت الصحيفة إلى قرب توقيع الحارس الإسباني مع ريال مدريد، لكن إدارة اليونايتد تبذل جهدا في إقناعه بالبقاء مع اليونايتد. تصنيفات الخبر: اليونايتد، ديخيا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.